قصة قبل النوم. هاي، إجا وقت قصة جديدة من الكتاب المقدس. قصتنا لليوم صلاة قالها يسوع على الجبل وخبر كل الناس عن ملكوت الله. اسمعوا منيح القصة. كان يسوع كل الوقت عم بيمشي بأنحاء الجليل مطرح ما عاش، ويعلم الناس بالمجامع، ويعلن أو يخبر بصوت عالي ومرتفع عن ملكوت الله، ويشفي الناس والمرض ويغفر الخطايا. فتبعته جموع كثيرة، يعني صار كل شي في ناس لايحة يسوع بدها تسمع تعاليمه. جموع اجت من مدن مختلفة، وكمان من أورشليم واليهودية وعبر نهر الأردن. فمرة وقت شاف يسوع الجموع حوله، صعد على الجبل وجلس، وإجوا حدوا تلاميذه وبدأ يعلمهم، وقال لهم، اسمعوا منيح كتير حلوة هالصلاة، قال لهم: هنيئاً للمساكين في الروح لأن لهم ملكوت السماوات، هنيئاً يعني نيال، هنيئاً للمحزونين لأنهم يعزون، هنيئاً للودعاء لأنهم يرثون الأرض، هنيئاً للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، هنيئاً للرحماء لأنهم يرحمون، هنيئاً لأنقياء القلوب لأنهم يشاهدون الله، هنيئاً لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، هنيئاً للمضطهدين من أجل الحق لأن لهم ملكوت السماوات، هنيئاً لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذباً كل كلمة سوء من أجلي كاذبين، افرحوا وابتهجوا لأن أجركم في السماوات عظيم، هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. كتير حلوة هالصلاة، هنيئاً يعني طوبى لكم، نيالكم إذا الناس عملوا فيكم هيك. لازم تتذكروا كل ما حدا قدم لكم الشر لازم تقدموا الخير وتباركوا الناس اللي حولكم، وهيك بيعرفوا كل الناس إنه أنتوا ولاد الله الموجود بالسماء. وهلأ إجا وقت أنا وياكم نصلي مع بعضنا ونقول له: يا رب، هيدي الكلمات كتير كبيرة وكتير صعبة، ما منقدر وحدنا ننفذها بحياتنا، لكن يا رب نحن منوثق أنه أنت بالروح القدس قادر تساعدنا حتى نبارك، ووقت الناس تلعننا نقدم الخير والبركة، ووقت الناس تقدم لنا الشر نقدم الخير. أرجوك يا رب ساعدنا نعمل هيك حتى نكون ولادك ويعرفوا كل الناس أنه نحن الله موجود بحياتنا، باسم يسوع المسيح، آمين. وهلأ برجع بذكركن إذا حابين تحصلوا قصص من الكتاب المقدس مثل القصص اللي أنا عم خبركن إياها، اكتبوا على العنوان الموجود قدامكن على شاشة التلفزيون. في قصص كتيرة مثل مثلاً قصة الصليب، بخبركن كيف يسوع صلب على الصليب لكن قام باليوم الثالث وطلع على السماء وعطانا حياة أبدية إذا إيماننا فيه. فاكتبوا لنا، وهيدي القصص هدية مجانية لألكن تقروها أنتو والبابا والماما وإخواتكن وأصحابكن. هلأ إجا وقت لكم باي، لكن بشوفكن بالأيام الجاية مع قصة جديدة من قصة قبل النوم، ودايماً من الكتاب المقدس. باي.